فإذا لابد من الدليل الذي يدل على مسألة معينة. ولذلك إذا تكلمنا في مسألة فتنة القبر لابد أن نذكر أدلة صحيحة، بمعنى أنها ثابتة، إما أنها من القرآن أو أنها من السنة الصحيحة، ثم أن تنهض هذه الأدلة، أن تكون دليلا على هذه المسألة بعينها. اتفق أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص من أن نعيم القبر وعذابه حق، وأنها تقع على الروح والبدن جميعا، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. الأدلة من القرآن الكريم. قال الله عز وجل حكاية عن قوم نوح بعد أن أهلكهم الله عز وجل بالغرق، قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأنت تعلم أن حرف الفاء في اللغة يدل على التعقيب المباشر وليس على التراخي كثم، فدل ذلك على أنهم ماتوا فأدخلوا نارا، وهذا قبل يوم القيامة.